يقول الأخ: الصلاة بين العمودين فيها إشكال كبير في المسجد، حجة هذا الذي أنه يريد أن يصلي بين اثنين، قال: المسجد كله لله والمسجد كله بقعة طاهرة، نعم. فلماذا يمنع الإنسان بين الصلاة بين العمودين؟ لا لا، الصلاة بين هو حجة. السواري، أحسنت، الصلاة بين السواري أو بين الأعمدة ورد فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وجاء عليه وسلم. في عن الصحابة أنهم كانوا يزادون عن الصلاة بين السواري. العلماء عليهم رحمة الله تعالى عللوا العلة لمنع المنع بين الصلاة بين السواري، قال: لانقطاع الصفوف، لأنها تؤدي إلى انقطاع الصفوف. ما أجازوها إلا للضرورة، إذا كان المسجد ممتلئ كيوم الجمعة، نعم، كصلاة العيد، والناس لا يجدون مكانا في يصلون في الحر وفي الشمس، فلا حرج أن يصلوا بين السواري. إذن الصلاة بين السواري الأصل فيها أنها تمنع إلا للضرورة. قال العلماء: علة المنع فيها أن انقطاع الصفوف، وبعض أهل العلم توسع فيها، وإن كان بعض أهل العلم ذكر بعض الأقوال فيها ضعف، قالوا أنها هذه السواري يقف بها مؤمني الجن، يعني هذه يصطف فيها مؤمني الجن، يصطفون في هذه الأماكن. فنقول: إن كان المسجد من المساجد الواسعة ولا حاجة للصلاة بين السواري، فلا نصلي بين السواري. إن احتجنا للصلاة بين السواري كيوم الجمعة في صلاة بعض الصلاة التي تكون محظورة، فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. طيب شيخ الكريم، في أثناء الصلاة الإنسان الصلاة يجي مسبوق ويلقى ناس يصطفوا مثلا بين العمودين، فهل يدخل معهم أم ينتظر وينشئ صف جديد؟ وهذا يحصل الخلاف بين الناس. نعم، هذا الموطن نقول أنه لا حرج أن يقف معهم، وجد الصف قد امتد وصلوا بين السواري، يقف معهم ثم ينبه، يقف معهم بعد الصلاة مباشرة ينبه: أيها الإخوة الكرام، والله المسجد الحمد لله فيها سعة، وورد النهي للصلاة عن الصلاة بين السواري، نعم، وأن الصلاة بين السواري لا تجوز، بعض العلماء كرهها وبعض العلماء منع، فالأولى أن نصلي، ويقع التنبيه، فلا حرج، والعلم عند الله. أكرمك الله شيخ الكريم.